بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ الآن بإذن الله تعالى بالقسم الرابع من أقسام هذا المتن المبارك وهو شرح الأصول الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وسلامة في هم المتاول فن ما بوقت قشك ثبامد إننا بس صان مثل كشل كتاب أود شنو عليه مضمون دي ما يتق شنو بس دورن شو ثنية تك إنه شو دورن جي مثل ثني أورنارث. نعم هذا الأصول الثلاثة تسأل عنها في قبرك. نعم إيش أصل لين كتاب الذنامة إيش ثان ثوره بالذنامة قبر دبير لي برجك ثوره ولا نبدأ بالأصل الأول برنج ثوره برنج أصل نامة شو من البس ليه تسأل في القبر من ربك برنج بلين ثين قبرهم دثين ثوره الجو ثوره ونامة كم ثين ربهم كم فإذا سألت ماذا تقول نامة دي بأيدر ثم ثين ثوره ثم ربهم كم دي ثين تقول ربي الله ثين أيدر ثم نامة من ربهم الله الذي رباني يعني هو خلق الخلق وأمدهم بالرزق هذه تربية يقوم بها البدن الجسد. نعم الله تغلى من يردي الله تغلى من أرزق بردي شو النامة مني يردن وشو اليولو قنرن الله تغلى دي بأيدي. نعم هذه تربية للظاهر والتربية للباطن أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. بذا برنجي دشمذا الله تعالى بذا نعمت رزق لرئين نردي وبذا يول لرقوان نردي وإكنجي الله تعالى بذا تربية لمغي الله تعالى بذا نعمت بيخمر لرغرطي الله تعالى مقدس كتاب لرئين نردي. نعم فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا ورزقنا لا يوجد خالق إلا الله سبحانه وتعالى ولا رزق إلا الله لابد أن يعبد هو وحده لا شريك له. إذا الله تعالى بذا يردن مرثا إذا الله تعالى بذا رزق لنريان مرثا الله تعالى بذا أمر برب وأمر مضاليان مرثا حكماني ثورة نامة بذا شل دينا أوعدة دكمك لك حق الوليا دينا الله تعالى أوعدة دكمك لك نامة حق الوليا. نعم فإذا قيل لنا بما عرفنا الله ما الأدلة على وجود الله بذن ثورة ثلر نادب ثن الله تعالى نبلن نادب تاندن الله تعالى نيثن نامة دي بأيتمني لا يوجد مخلوق على وجه الأرض إلا ويعلم أنه مخلوق وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. يرى ذن يردلن مخلوق إن هيج هيلي شق شب قصد نعم همث بليا شنون يردلن نغنى يعني بذنهم يردزي خالق مذن بعدغن بليالر. فالمخلوق لابد أن يقوم بشكر الخالق المنعم والتفضل سبحانه وتعالى. يردلن مخلوق لر حكما نامت ملي اوز يردجسنا اوز خالقنا شكر اتملي برن نغمت لر چين برن سانا شنجا برن نغمت لر چين نام الله تعالى شكر اتملي. نعم ولا يمكن أن نصرف شيئا من العبادة لغير الله هيج هيل قرنشتا هيج هيل قيرنا نام بولثن اوليا بولثن نام المقدس لكتب بخصاب ايديان مرثا آدم لر نام أفادت إدليان ذاتلري أفادت إدليان ذاتي اللادن غيري سنصرفت من لال. نعم من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك شرك أكبر كافر كفر أكبر مخرج من الملة. بر آدم اللادن غيري سنا أفادتن برغورنشن صرفت أفادتن برغورنشن اللادن غيري سنا السنام ولي قابر مشرك ولي ديننا أسلام دان شقيا. نعم مسألة مهمة جدا إثقاتي مهم بر مسألة أننا الآن نتعلم الحكم على الفعل أما الحكم على الفاعل حكم على الأشخاص فلان كافر فلان مبتدع هذا ليس لنا هذا لكبار العلماء للقضاء الشرعيين بذن إثاثة برمثألة مهم برمثألة شو اللي يرد أغضب كتشملي بذ شو وقت أورنياس ألمالياس نامتشين شو الغات لرن حكمني بالمقلوتين بر آدم شون إتي ناموليا شو الشرك نامة يونه بذ هیچ بر آدما، ثن مشرق، نه ثن قابر، ثن نام بدغت، ثن اول پلان دیپ نام آدم نرو حکم چکار میارد؟ بول ایش بدن ایش مذار بول ایش عالم در قاضی آدم لان ایشی بد آدم نرو حکم چکار مقولن مشغولن میارد بد نام شل ایش ات مکلن حکم نام شل وارد ایدیاس و علم اورنیاس. نعم، فلا بد أن تكون العبادة كلها لله سبحانه وتعالى. حكمان هم أبادت لن
bar görünüşü Allah Teala'ya sarf edilmeli. Allah Teala'ya o vaadetleri bütünlüğün himmeti Allah Teala'ya olmalı. Men sarafe şey'en min el-ibadah li gayri Allah ve şirk kafir, şirk akbar. Merre vahide fi hayatı secde li gayri Allah, raka'a li gayri Allah, tafa havle al-kubur, zabaha li gayri Allah muhabbeti ve ta'zim, hadi müşrik, şirk akbar. Ömrünü bir cegede eden olsa da şirkin görünüşlerini, Allah'dan gayrisine dua eden olsa, Allah'dan gayrisinden medet dilen olsa, bolmasa kavrlan taşının tavaf eden olsa, ya bolmasa Allah'dan gayrisinin adını tutup neyme, canlı kesen olsa, şu adam neyme oluyor, müşrik kafir oluyor şu adam. La tuqbel minhu ey ibadet lillah hatta yetub min hadis şirkel akbar. Hiçbir şul iş edenden son, şu şirki işini bitirinden son, şu şirki işi edenden son, hiç hil eden amali Allah Teala kabul etmeye te tovu edip, şul eden günah işini tovu edip, şul işini taşlayanca, neyme Allah Teala bu adamdan hiçbir doğanı ve vaadetini kabul etmeye. Vallahu alem.